بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض في نوفمبر 2022 M1. A railway truck S of mass 20 ton is moving along a straight horizontal track when it collides with another railway truck T of mass 30 tons, which is at rest immediately before the collision of speed of S is 4 meters per second. As a result of the collision, the two railway trucks join together. Okay. تعال نطلع الداتا الاول بتاعتنا كده نشوف هو مديني ايه. الريلواي اهو ده الواي بتاعك. انت عندك هنا كده في هنا تراك اس وفي تراك تاني هنا. التراك الاولاني اسمه اس، التاني اسمه تي، فانا عندي ده هنا كده اس. اوكي. وده هنا كده عندي هو تي. M1 الماس M1 كان 20 tons، وعندك ال T يا مستر ياسر الماس بتاعها كان 30 tons. اوكي. which at rest يعني كتيب 0 immediately before the collision the speed of S كان 4 meter per second، فانا عندي هنا immediately before، يعني انا عندي هنا ال U1 يا مستر كانت عبارة عن 4 meter per second، اما هنا ال U2 كانت equal 0 انه كان at rest. هنا كان M1 يا محترم كان عبارة عن 20 و M2 هنا كانت عبارة عن 30. وانا دايما بأسيوم يا ابني ان انت عندك ال direction ال positive direction of motion بالشكل ده كده، ده ال direction of motion بتاعي ال positive، فأي حاجة in opposite direction هتكون ايه negative. قالي at the result of collision the two railway trucks join together. Will you find the common speed of the railway truck immediately after the collision؟ طبعا هنا ال inelastic collision بيكون عندي M1 U1 plus M2 U2 equals V، وعندي M1 plus M2. هبدا اعمل substituting. M1 عندي 20، طبعا هنا مش لازم تعمل convert الكيلوجرام، مش شرط، لان هو في الاخر هتعمل convert في كله، هتعمل by 1000 هنا وby 1000 هنا وby 1000 وby 1000، ففي الاخر هتعمل divided 1000. طبعا انت شغال في الرول بتاع الانيلاستيك او الاليستيك كوليجن، الكوليجن رول عموما، فمش لازم تظبط حته اليونت. لكن لو دخلنا بقى في المومنتوم او في الامبلس، لا لازم بظبط عشان يطلع معايا نيوتن متر الامبلس بتاعي، فلازم اكون شغال بالكيلوجرام الماس، ولازم اكون شغال بالمتر بالسكند فين في الفيلوسيتي عشان اطلع في الاخر نيوتن سكند. اوكي. لكن هنا مش لازم اظبط، يعني ممكن احط 20 زي ما هي عادي خالص. هحط هنا كده 20 multiplied by 4 بلس M2 عبارة عن 30، وال U2 يا مستر هي 0 equal ال VD required، وهقول له هنا انا عندي 20 بلس ال 30، فهبدأ اقول له يا مستر الكلام ده كده هيكون equal 0، فيبقى عند حضرتك هنا كده 20 multiply 4 equals 80 equals هنا عندي كده 50 V، وبالتالي هديفايدد باي 50 تبقى ال V equals 8 over 5 meter per second، اللي هي ممكن تخليها 1.6 متر بير سكند. يبقى هما الاثنين هيفورموا وان بودي، وهيتحرك يا مستر ان ذا بوزيتيف دايركشن تو رايت. اوكي. حسب ان انا اسيوم دي بتاعي، وهتكون الفيلوسيتي بتاعته افتر كوليجن هتكون عباره عن 1.6. اوكي. قال لي فايند الماجنيتيود اوف ذا امبلس، عايز كمان من حضرتك تجيب له الماجنيتيود اوف امبلس اكستريتد اون اس ان ذا كوليجن ستيتنج ذا يونتس اوف يور انسر. هنا بقى عايز يعرف الايه اليونتس بتاعتك. طبعا on S يبقى انا هشتغل بالتولز بتاعت ال S، فانا عندي هنا ال just before كانت 4، ال just after 1.6 والاثنين positive، وعندي ال mass 20. فقول والله يا مستر الامبلس بتاعي هو عبارة عن change of momentum mv minus u، وطبعا احنا عارفين ان ال v ديت يا مستر ياسر هي ال after، وان ال u ديت هي ال before. اوكي. فقول ال m عندي يا مستر ياسر كانت 20، بس دي كانت طن، لازم هحولها لكيلو جرام بقى عشان نظبط اليونتس بتاعتنا. ال V after يا مستر كانت 1.6 minus ال U before كانت 4، لأن أول واحدة يا مستر كانت ماشية just before كانت 4. أوكي. فأنا هحسب الكلام ده كله بالكالكوليتر، فأنا عندي الكالكوليتر كده هحط 20,000 حابين براكت، وهعمل 1.6 أوكي minus 4، هنقفل براكت وندوس equal، هيطلع معايا negative 48,000. طبعا ده كده نيوتن سكند. هقول يبقى الماجنيتيود اوف امبلس، انا مش عايز اي دايركشن، مش عايز اي نيجاتيف. هقول يبقى الماجنيتيود اوف الامبلس هيكون عباره عن 48,000 نيوتن سكند. بيقول لي هنا ان فورمولا اي بي هاز لينث 2 اي اند ماس ام،
The rod is held in equilibrium in horizontal position by two vertical light strings, which are attached to the rod at C and D. Okay. Where AC equals 2 over 5A and DB equals 3 fifths A, as shown in figure 1, a particle B is placed on the rod at B. The rod remains horizontal and in equilibrium. يعني هو فضل متعلق حاجة عند ال B بس هو يعني هو لسه stable لسه horizontal and equilibrium. Find in terms of M the largest possible mass of the particle B. طبعا قال لي the largest possible mass of the particle B اللي هو subtended من عند ال B. يبقى معنى كده طبعا قال لي largest possible يبقى هنا كده الرد ده هو horizontal و equilibrium بس about to rotate about D. وساعتها عند C هيبقى tension vanish لان هو عندنا طبعا في tension عندك two strings. طب تعالى مستر نعمل زي موديل تاني كده لينا احنا نشتغل عليه وفي نفس الوقت نحط الديتا اللي هو قال لي عليها. طبعا اول حاجه في الديتا المهمه عندي جدا جدا ان هو uniform rod. وطبعا uniform rod يبقى الماس بتاعه يا مستر ياسر ده هيكون x at the midpoint. اللينث بتاعه هو 2a يبقى انا عندي الاي كده حاجه عندي هنا كده في النص واقول ايه على اليمين وايه على الشمال. فانا لو جيت يا مستر ياسر اسيوم دي ان ده كده الرد بتاعي بالشكل ده كده اهو ده كله 2a. فانا هاجي هنا في الميد بوينت يا مستر ياسر اقوم منزل هنا كده m وهقول له هنا كده يا مستر ياسر ان انا عندي الماس ده كده عباره عن ام جي. اوكي ام جي ده كده يا مستر الماس بتاع الرد. قال طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي يا مستر ياسر دلوقتي هو عمل اتاج تو سترينجز. تعال نشوف هو قال لك فوق ايه. قال لي هنا ان انت عندك تو سترينجز واحده عند السي والتاني عند الدي وكان ديت 2 اوفر 5 اي. اوكي فتعال نشوف هنا كده لو انا عندي هنا كده ده مكان الاي وده كده يا محترمين مكان البي. اوكي انا عندي دي كلها كده عباره عن اي. اوكي لان 2 اي خلاص اتقسمت لاي هنا كده. اوكي وايه الناحيه التانيه؟ لان انت عندك الام ده في الميد بوينت زي ما انت عارف حضرتك. فهنا حضرتك قال لي هنا هنيجي عند السي وهنبدا نعمل كده سترينج. السترينج ده يا محترم فيه تنشن هو دي عند السي فانا هسمي التنشن اللي هنا كده يا محترم هو تي سي. اوكي تنشن ات بوينت سي. وكان قايل لي ان الديستنس دي كده هي عباره عن 2 اوفر 5 اي. لو دي 2 اوفر 5 اي يبقى يا مستر ياسر من اول هنا كده لحد هنا كده الحته دي بس كده من هنا كده لحد هنا كده هتبقى 3 over 5a لان انت عندك هو كله تحت عندك هنا اهوت a فالa ديت اكنها 5 over 5. خدنا 2 over 5 على الشمال اللي هي ac ساي مثلا البوينت دي كده هنسميها e. يبقى معنى كده ان ce هتكون 3 over 5a لان انت عندك هنا في كده 2 over 5a في المكان ده كده وكان كل ده عبارة عن a فالa دي عبارة عن 5 over 5 لان هي اكنها 1a يعني 5 over 5 تيك اواي منها 2 over 5 هيبقى عندي هنا 3 over 5. اوكي وكان في سترينج تاني اتاجد عند بوينت دي وكان الدي ديت ميكس 3 اوفر 5 فروم بي. قلت له اوكي تعالى هنا يا مستر ياسر هناخد 3 اوفر 5 فروم البي فهاجي هنا كده في المكان ده واقوم طالع كده فيرتيكال تاني واقول له يا مستر ياسر ده هنا كده بوينت دي وانا عندي السترينج ده كده في تنشن عند الدي في المكان ده كده اهو ادي التنشن بتاع الدي وعندي هنا ديت كده 3 اوفر 5 اي. يبقى طبيعي لما يكون البي دي ديت 3 اوفر 5 يبقى دي اي هي كمان 2 over 5a. كده احنا جبنا كل الديستانس اللي على الرد بتاعي. اوكي في الحاله دي ممكن عشان ما يبقاش فيه زحمه كتير انا ممكن اشيل ده خلاص. اوكي انا فاهم ان هو ايه وده فاهم ان هو ايه. وباي ذا واي كمان انت عندك هنا كده في ايه من هنا لهنا كده ده عباره عن ايه باي ذا واي يعني عشان 3 over 5 plus 2 over 5 يعني 5 over 5a يبقى انا عندي ده كده اكنه ايه. اوكي طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ جه لي هنا a particle B is placed on B. The rod remains horizontal and in equilibrium. Find in terms of M the largest possible mass of the particle B. أكبر حاجة لل particle B اللي ممكن أحطه هنا عن B. يبقى أنا دلوقتي هبتدي أجي هنا كده وأقول أنا عندي هنا في particle B يا مستر ياسر بالشكل ده. ال particle B ده يا مستر الماس بتاعه B. فهقول أنا عندي هنا كده يا مستر ياسر BG. أوكي. الماس بتاعي B فده الويت بتاعي. اي طيب انت عايز تعرف ده طالما دوت ماكسيمم طالما هنا كده ده كده يا مستر is maximum mass وبالتالي بقى هنا maximum weight عشان عملنا multiply gravity فبالتالي انت عندك هنا ده كده vanish ده كده ايه
فانش بالنسبة لي، وبقى هو about to rotate يا مستر ياسر at the point دي هنا كده. اوكي اي طب جميل، تعال نجيب يا محترمين البي بكام. اي منتهى الهدوء انت عندك two equations او two relation عندك، هي يا مستر ان فوق قد تحت وان المومنت at any point equal zero. فانا عندي the first relation ان تي دي اوكي tension at البوينت دي هي عبارة عن ام جي بلس البي جي. ده كده يا مستر اول ريليشن، مش هتكون بالنسبة لي ميجر قوي في ان انا اجيب البي. لكن الحاجة التانية والاهم هي لما هاخد المومنت في المكان ده، فده هيفانش هو كمان، يبقى اقول المومنت اباوت دي ايكوال زيرو. فهقوله هنا كده المومنت اباوت دي ايكوال زيرو. انا معلم ولادي ان انا انتي كلوك وايز كده بتكون بوزيتيف، لكن عندي هنا كده يا مستر كلوك وايز كده بتكون ايه، بتكون نيجاتيف. فده نيجاتيف وده بوزيتيف. هبدا بالام جي، هاخدها يا مستر الف بيها كده، فهيبقى عندي بوزيتيف ام جي. اوكي معايا الام جي، هاخد الام جي وهبدا الف بيها، فهيبقى عندي بوزيتيف ام جي مالتبلايد ديستانت فروم دي اب تو ذا اكشن بوينت اوف ذا ويت اللي هي الاي، اللي هي عباره عن 2 اوفر 5 اي. فهو يبقى انا عندي بوزيتيف ام جي اوكي مالتبلايد باي 2 اوفر 5 اي. ده بالنسبه للام جي. بالنسبه للبي جي فانا هخلص كده وهلف كده، فلما هنلف كده هيبقى نيجاتيف بي جي. هقول يبقى انا عندي نيجاتيف بي جي مالتبلايد ديستانت فروم الدي اب تو البي اللي هي 3 اوفر 5 اي. نيجاتيف بي جي مالتبلايد باي 3 اوفر 5 اي ايكوال 0. هبدا اعمل سمبليفاي عشان اجيب البي. فطبعا انا ممكن اعمل باي 5 فال 5 دي تروح هي وال 5 دي. ممكن اعمل يا مستر ديفايدد اي فالاي ديت تروح مع الاي ديت، وديفايدد جي فالجي دي تروح مع الجي دي. فيبقى عندك هنا اول حاجة عندك 2M اوكي ماينس هنا B مالتبلاي 3 تبقى 3B ده ايكوال 0. يعني 3B ايكوال 2M. هقول يا مستر ديفايدد باي 3 تبقى ال B ايكوال 2 thirds of ال M. كده انت جبت ال B in terms of ال M. ده كده يا مستر هو greatest possible mass اللي يقدر احطه في المكان ده هنا كده at B، عشان خاطر يبقى الرد still A in state of equilibrium او still horizontal rod. اوكي لو زدت حاجه بسيطه هتلاقي رد يا مستر ياسر هيروتيت اباوت الدي وهيلف وهيقع. اوكي طيب، طب لو اقل من كده يبقى هو مش اباوت روتيت، هو خلاص هو ايكوليبريم عادي، وساعتها تبقى السي مش فانيشنج. قال طب هو عايز ايه تاني؟ given that the mass of B is half M find in terms of M and G the tension in the string that is attached to the rod at C. اوكي طبعا ال half M ديت هي smaller than 2 thirds M. اوكي فبالتالي اللي انا كنت بتكلم فيه دلوقتي ان هو هيفضل ان سيت اوف ايكوليبريم. طب تعالى ناخد الدياجرام ده تاني تحت هنا ونحط الكونديشن الجديده بتاعتنا. اوكي given that the mass of b is half m، انا دلوقتي حاجه هنا في المكان ده كده واقول يا مستر انا دلوقتي هحط هنا ماس عباره عن half m، فيبقى الويت عندي هو عباره عن half m g. ده كده الويت اللي هحطه جديد يا مستر، بس دوت ال half m is smaller than 2 thirds m. ال half m is smaller than ال half is smaller than 2 thirds، وبالتالي هو ده مش هيكون about to rotate، فهيبقى التنشن ده موجود والتنشن ده كمان موجود، التو تنشنز عندي هيكونوا موجودين. اوكي طيب هو بيسألني هنا على التنشن at c، التنشن at c قد ايه؟ هقول له خلاص بمنتهى الهدوء انت دلوقتي عندك يا مستر ياسر two relations اللي بيحكمك هنا في التعامل، two relations up equal downs اوكي and the moment at any point equal zero. فانا عندي اب، انا عندي حاجتين التنجن ات سي اوكي بلس التنجن ات دي، ده كده ايكوالز ام جي بلس هاف ام جي. يعني معنى كده التنجن ات سي بلس التنجن ات دي ايكوالز 1 اند هاف، يعني عندي كده 3 اوفر 2 ام جي. دي كده ذا فيرست ريليشن. السكند ريليشن المومنت ات اني بوينت ايكوال 0. انا دلوقتي بدور على التنجن ات سي، يبقى انا احسن مكان هاخد فيه المومنت بتاعي هو البوينت دي ديت، فاقول المومنت ات دي ايكوال 0. قلت له اوكي تعال نشتغل مومنت ات دي. قال لي يا مستر ده كده فانش. قلت له ماشي، اي حاجه هتيجي كده يا مستر هتكون نيجاتيف. قلت له فور شور، واي حاجه هتكون كده انتي كلوك وايز هتبقى بوزيتيف. قلت له جميل، طب تعال نمسك بقى انا عندي كام فورس موجوده، التنشن ات سي اند ام جي اند هاف ام جي. تايمز التنشن ات سي، التنشن ات سي لما تطلع كده هتلف كده هتلف كده هتلف كده هتمشي كده، يبقى انا عندي نيجاتيف التنشن ات سي. نيجاتيف التنشن ات سي مالتبلايد ديستانت فروم ذا بوينت دي اب تو ذا اوف اكشن اوف التنشن ات سي، يعني الديستانت دي كلها ودي كلها كانت عباره عن ايه؟
هو دي انا عندي دلوقتي negative tension at C multiplied by A. يبقى انا عندي negative tension at C okay multiplied by A. طب وبعد كده تعال نمسك يا مستر ام جي. ام جي هتخلص كده وهتبدا تروتيت بالشكل ده. بالشكل ده يا مستر هتكون بوزيتيف. يبقى انا عندي بوزيتيف ام جي multiplied distance D. دي عبارة عن 2 over 3 A. يبقى انا عندي هنا كده بلس ام جي multiplied by 2 over 5 A. بعد كده عندي half ام جي هتخلص وهتلف كده. يبقى نيجاتيف half ام جي multiplied by 3 over 5 A. يبقى نيجاتيف half ام جي multiplied by 3 over 5 A. الكلام ده كله equal 0. قلت له مبدئيا كده يا مستر لو عملنا divided by A هتلاقي يا محترم ان ال A ديت تتكنسل مع ال A ديت تتكنسل مع ال A ديت. قلت له يا رب السلامة. قال لي هعمل multiplied by 5 فيبقى عندي negative 5 TC attention at C plus ال 5 هتتكنسل يبقى 2 MG هقول له minus ال 5 هتتكنسل يبقى 3 over 2 لكنها 1.5 mg تاني. الكلام ده يكوال 0. حاول يا مستر هنا هنودي يا مستر ياسر الكلام ده الناحية التانية هتعدي positive 5 attention at C equals دول مع بعض في نفس المكان عبارة عن half mg. هعمل divided by 5 عشان نجيب attention at C. حاول يبقى attention at C equals 1 over 10 mg وهو ده التنشن اللي انت عايزه يا مستر ياسر. A half plane is inclined to the horizontal at an angle alpha with tan alpha equal to 3 quarters. A particle B of mass 2 kg is held in equilibrium on the plane by a horizontal force of magnitude x in newton. Okay. The force acts in a vertical plane which contains the line of the greatest slope of the inclined plane so that when x equals 14.7 there is no fractional force acting on B. تعالى نعمل احنا كده موديل تاني نحط عليه ديتيلز اكتر من الديتيلز اللي هو حاططها. هو عامل انكلايند بلين بالشكل ده كده انكلايند مع الهوريزونتال بانجل الفا. فانا عندي هنا كده الفا اوكي وكان ايه اللي حضرتك فوق هنا في الديتا ان انت عندك تان الفا ايكوال 3 كوارترز. فممكن اجي هنا على جنب كده اقول له يا مستر ياسر لما تكون تان الفا ايكوال 3 كوارترز ده كده اوبوزيت عشان دي تان وده كده adjacent عشان دي تان opposite over adjacent فما كان ال hypotenuse equals 5 وساعتها هقول ان sin alpha equals the opposite over the hypotenuse and يا محترمين cosine alpha okay equals adjacent over hypotenuse يبقى عندي 4 over 5 كده بقى عندي tan sin و cosine alpha. قال لي بعد كده انت عندك a particle B of mass 2 kilograms is held in equilibrium زي ما انت شايف هنا كده حط particle اسمه B زي ما انت شايف هنا. فانا هاجي في المكان ده وهقول ان انا عندي هنا كده body. البادي ده يا مستر ياسر B ده كان عبارة عن 2 kilograms. طبعا لما تكون عندك ده كده موجود هنا 2 kilograms يبقى انا من المكان ده كده هنزل لتحت هنا كده انا عندي يا مستر الويت بتاعي هيكون عبارة عن 2G واوتوماتيك من غير ما اشوف هو عايز مني ايه انا لازم اعمل ريزوليوشن للكلام ده. فهبدا امسك يا مستر ياسر ده كده واعمل ريزوليوشن يا مستر لوحده. انا عندي هنا كومبوننت بارالل تو ذا جريتست سلوب ده ونوضج زي ما انت شايف هنا كده والتاني بيربنديكولار تو ذا بلين بالشكل ده هنا كده. طبعا حضراتكم عارفين ان لما بيكون هنا في الفا يبقى هنا على طول عندي الفا. فهبدا اعمل ريزوليوشن هو انا عندي 2G وهنا جيت ناحية الألفا يبقى هاخد كوزين ألفا وهنا عندي كده 2G والناحية دي عندي سين ألفا. وعندك هنا كده perpendicular reaction أو normal reaction أو reaction whatever هيكون بالشكل ده. قال A particle B of mass 2 kilogram held in equilibrium on the plane by a horizontal force يبقى because of a horizontal force اللي عندي ال body high state in equilibrium value of magnitude x in newton يبقى مش هحتاج أعمل multiply G هي already جاية in newton. اي بس هو مديني هنا كده ان هي كانت داخله لو انت بصيت عليها هنا هي داخله يا مستر هوريزونتال بالشكل ده. قال لي انا ما اشتغلش ابدا وانا عندي حاجه داخله وحاجه خارجه لازم كله يكون خارج من نفس البوينت. الفورس هتكون هوريزونتال هعمل لها اكستنشن بالشكل ده الفورس بتاعتي اكس مش هحط معاها جي لان هي اصلا جايه ان ترمز اوف ايه ان نيوتن. هعمل لها ريزوليوشن مره بيربنديكولار مع البلين ومره بارالل تو ذا بلين
طالما عندي هنا ألفا يبقى الأنجل دي كلها كده هتكون ألفا، فلما هتيجي ل x فوق هتيجي x كوزين ألفا، وهتيجي هنا كده x سين ألفا. انسى بقى خلاص يا مستر الفولس اكس ديت، خلاص انساها خالص كأنها مش معاك، فدي خلاص يا مستر انتهت بالنسبة لي. وكمان عندي 2g انتهى بالنسبة لي، انا شغال دلوقتي يا مثلا parallel to the plane او perpendicular to the plane. I show that when x equals 14.7 there is no fractional force. معنى كلمة there is no fractional force يعني يا مستر ياسر يميني قد شمالي فوقي قد تحت، دي معناها يعني انت عايز تقول لي يا مستر ياسر x كوزين الفا هتبقى equal to g سين الفا. قال لي اه. طب تعال نشوفها مع بعض. لو حطينا x كوزين الفا، لو حطينا x كوزين الفا equals 2g سين الفا، 2g سين الفا، فهولي يا مستر كوزين الفا equal 4 over 5، يعني عندي 4 over 5x equals 2g، وعندي سين equals 3 over 5 حامل by 5، يبقى انت عندك 4x equals 2 by 3 هتبقى 6g، يعني معنى كده ان x equals 6 over 4g. تعال نحسب ده بالكالكوليتر. لما احط 6 over 4 multiplied by g يعني multiplied by 9.8 equals هتطلع معايا 147 over 10 يعني 14.7، فالكلام ده كده equals 14.7 نيوتن فعلا يا مستر ياسر. لما كان no fractional force acting on b يعني معنى كده ان هو كان يميني قد شمالي فوقي قد تحتي، وبالتالي يا مستر ما كانش فيه عندي fractional force used. جالي بعد كده the coefficient of friction between b and the plane is 0.5، find the smallest possible value of x. طبعا لي smallest possible value of x يبقى دي اصغر حاجة to keep the body equilibrium. اوكي okay. انت دلوقتي يا مستر الميو given 0.5، انا عايز the smallest value of x. بعد ما تعملها resolution ديت كده يا مستر ياسر the smallest، يعني لو قلت عن كده البادي هيسلايد، وطالما هيسلايد بس هو مش سلايد دلوقتي، ان دي اقل حاجة ممكن توقفه، بس هي اقل حاجة، فهو يا محترمين about to slide، يبقى لازم تعرف هو about فين، لان هو لو about to slide بالشكل ده كده down، يبقى ساعتها يا مستر ياسر الميو r اللي هي الفريكشن فورس هتكون بتساعد الاكس كوزين الفا. يبقى انت دلوقتي عندك يا محترم يا مهذب، انت لما قال لك السمولست، لما قال لي سمولست يبقى دي اصغر حاجة، لو صغرت عن كده هو هيسلايد. طب هي ما صغرتش، يبقى هو عايز سلايد، هو about to slide. طب about to slide يعني عايز يتحرك لتحت، يبقى الفريكشن فوق. طب قال لك the greatest، لو نفت سي مثلا جه في الامتحان قال لك the greatest value of x، يبقى ده اكبر حاجه في الاكس هو لسه equilibrium، دي اكبر حاجه بتشده، لو زادت سنه كمان هياخده وتطلع لفوق. لو خدت البادي وطلعت لفوق يبقى الدايركشن اوف موشن بتاعي لفوق، يبقى يا مستر ياسر الفريكشن ليه لتحت. في حته هي سمولست وجريتست ديت بتديني احساس هو البادي هيموف ذا اب ولا هيموف ذا داون، لان لو هيموف ذا اب يبقى الفريكشن بتاعي داون، لو هيموف ذا داون يبقى الفريكشن بتاعي اب. مفيش موشن، ما اقدرش اقول عليها الدايركشن اوف موشن، بس بتحدد لي هو اباوت تو موف اب ولا اباوت تو موف داون. فبالتالي يا مستر ياسر بناء على اباوت تو موف اب يبقى اخد الفريكشن داون، لو هي اباوت تو موف داون يبقى اخد الفريكشن اب. طب هنا قال لك ايه؟ قال لي سمولست، دي اصغر اكس، اصغر اكس يعني دي بالعافيه موقفه البادي، دي صغيره قوي بالعافيه موقفاه، لو قلت عن كده هيسلايد، يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز سلايد، يبقى هو اباوت تو ايه؟ اباوت تو سلايد، يعني عايز ينزل لتحت، يبقى الفريكشن فوق. دي اهم نقطه ان انت تحدد الفريكشن ماشي ازاي. هو عايز منك ايه بقى؟ عايز the smallest possible value of x، يعني عايز x تاني بكام؟ قلت له خلاص لا يا مستر ياسر انا عندي يميني قد شمالي فوقي قد تحتي، يعني انا عندي دلوقتي يا مستر ياسر الx كوزين الفا مع ميو ار ده كده هيكون ايكوال مع 2g سين الفا، وعندي كمان يا مستر ياسر ار هنا هتكون ايكوال مع 2g كوزين الفا ومع x سين الفا. تو خلاص تعال نجيب تو ريليشنز ونطلع الx. تو يلا x كوزين الفا بلس ميو ار، اول حاجه عندي x كوزين الفا بلس ميو ار ايكوالز تحت هنا عندي 2g سين الفا، فهقول هنا عندي هنا كده 2g سين الفا، دي اول حاجه. طب انا عايز اكس، تو تعرف الميو؟ قال لي اه الميو عندي. اي تعرف الار؟ قلت له الار ما اعرفش. شايفين الار؟ الار يا مستر ياسر الخضره اللي فوق دي ايكوال 2 جي كوزاين مع اكس ساين. بس انا عارف يا مستر ان الار ديت هي عباره عن 2 جي كوزاين الفا بلس اكس ساين الفا.
اعمل substitution. اي طيب حول هنا اكس كوزين الفا قلنا ان هي عبارة عن 4/5، دي جبناها من شوية وخدناها معانا تحت اهي، كوزين الفا 4/5 والساين 3/5. حول بلس ميو يعني بلس هاف، اوبن براكت وحط الار. الار عبارة عن كام؟ عبارة عن 2g كوزين الفا، فهحط 2g كوزين الفا هي عبارة عن 4/5. طب بس اي لا، بلس اكس ساين الفا، حول يبقى بلس اكس ساين الفا يعني اكس ملتبلاي الساين هي عبارة عن 3/5. كل الكلام ده كده هو ميو ار، ديت الميو ده كله الار. طيب ايكوال 2g ساين الفا، يبقى 2g ساين الفا 3/5. لو بصيت على الريليشن دي هتلاقي مستر القانون الوحيد عندي هو اكس. تعالى نعمل سمبليفاي. حول يبقى انا عندي 4/5 اكس اوكي بلس الهاف ديت يا محترمين، الهاف دي هتعمل تايمز مرة يا مستر ياسر مع 2g ملتبلاي 4/5، ومرة تانية تعمل تايمز مع اكس مع ملتبلاي 3/5. لما تعمل ملتبلاي هاف ملتبلاي 2 هتبقى 1، فهيبقى 4/5g. حوله بلس هاف ملتبلاي 3/5 هتكون 1/3 ب3، 2/5 ب10، وانزل اكس. حوله ايكوال 2 ملتبلاي 3 هتبقى 6/5g. هعمل باي 10 عشان اريح نفسي من الفراكشن. فلما اعمل باي 10 مع اول واحده، التن تتكنسل مع 5 يبقى 2 2 باي 4 ايكوالز 8، بلس هتتكنسل مع 5 يبقى 2 2 باي 4 ايكوالز 8، بلس هتتكنسل مع 10 يبقى 3 اكس، ايكوالز تتكنسل مع 5 يبقى 2 2 باي 6 ايكوالز 12 جي. هنكوليكت الاكس مع بعض، انا عندي هنا 8 اكس وعندي 3 اكس، يبقى عندي كله 11 اكس، ايكوالز هنودي ال 8 هناك بالنيجاتيف، 12 ماينس 8 ايكوالز 4 جي. هديفايدد باي 11 يبقى الاكس ايكوالز 4/11 جي. هو ده يا مستر ياسر السمولست فاليو في اكس. Two children, Alan and Rehavna, are standing on a horizontal floor of a lift as shown in figure 3. Okay. The lift has mass 250 kg. The lift الواحد. The lift is raised vertically upward with constant acceleration. أول ما يقول لي الستيتمنت ديت أنا على طول يا مستر ياسر في دماغي في روشة غلبي. In reaction, attention equals mg plus a. Okay. By a vertical cable which is attached to the top of the lift, the cable is modeled as being light and inextensible while the lift is ascending up. The tension in the cable is 36.16 N. The tension فين؟ في الكابل اللي هو شايل مين؟ شايل الأسانسير وشايل ألن وشايل بهيفيون، شايل التلاتة يعني الماس بتاع التلاتة مع بعض. As the lift accelerates upwards the floor of the lift, a force of magnitude 565 N on Allen يبقى هو شغال على الماس بتاع Allen بس، اما شغال على البيهيفيون ديت بفرصة تانية ك 226 يبقى دي خاصة او شغالة مع الماس بتاع البيهيفيون بس. A resistant is modeling as being negligible and Allen and Behavion are modeled as a particle. Considering the force acting on the left only, find the acceleration of the left. عايز الاكسليشن بكام وعايز الماس بتاع الالم بكام. تو طيب دلوقتي انا عندي 3 reactions. عندي يا مستر ياسر واحد، ركز معايا جدا السؤال ده جميل، واحد شغال هنا يا مستر ياسر على الكيبل، والتاني شغال يا محترم 565 on Allen، والتالت شغال يا مستر ياسر 226 in behavior. تو طب نمسك واحد واحد. اولا طالما هو moves upwards يبقى انا الرول بتاعي هو n equals mg plus a زي ما احنا متفقين مع بعض. قلت اوكي. نمسك الاول الليفت، كان كام الليفت؟ كان الكيبل فيه 3616، يبقى انا عندي يا مستر ياسر for the left انا عندي 3616 equals الماس بتاع مين بقى؟ الماس بتاع الليفت كان كام؟ مديني الماس بتاع الليفت 250 كيلوغرام، يبقى انا عندي هنا كده هحط 250 بلس الماس اوف الن بلس الماس اوف البي بهافنا ملتبلايد باي جي بلس اي. طب انا ليه يا مستر ياسر لما جيت اشتغلت مع الليفت خدت 3 ماسز مع بعض؟ عشان خاطر الكيبل بتاع الليفت شايل التلاتة، شايل الماس بتاع الليفت وشايل الماس بتاع الاي والماس اللي هو الن والماس بتاع البي. تو طيب
دلوقتي احنا عشان نجيب الاكسلريشن ديت يا مستر لازم اقدر اجيب الاول الماس بتاع ال A والماس بتاع ال B او اخليها هي كمان in terms of A. قال طب ما كان مديني هنا يا مستر ياسر the floor of the lift exerts force of magnitude 565 on Allen on A. هو خلاص يبقى احنا ممكن نيجي هنا نقول له بقى 4A اوكي 4A اللي هو Allen. ايه اللي حصل عندك؟ قال لي يا مستر ياسر انت عندك ال N تاني يا مستر equals M و G plus A لانه برضه هنا moves up. قال لي بس ال M المرة دي ال M بتاعت ال A بس وهو كان عبارة عن كام مديهوني؟ ها الفولس 565 فانا عندي هنا كده 565 هحط هنا كده 565. ال G عندك يا مستر سيبها زي ما هي وال A زي ما هي كده اقدر اجيب ال M A. فهو يبقى انا عندي هنا كده ال M A equals 565 divided by G plus A. قلت له جميل كده انا جبت ال MA in terms of the acceleration لان G بالنسبة لي 9.8 ما فيهاش مشكلة. قلت طب تعالى فور البي بقى ايه اللي حصل مع البي؟ فور بي يا مستر ياسر انت عندك still left moves up وبالتالي انت عندك كده يا محترم ال N هيبقى equals M G plus A. تو بس انا عندي هنا يا مستر ياسر ان عند البي 226 بهافنا يبقى يا مستر ياسر 226 هحط هنا كده 226 والماس اوف البي وعندي جي بلس اي وبالتالي اقدر اقول لك هنا كده الماس اوف البي هديفايدد باي جي بلس اي يديني 226 ديفايدد باي جي بلس اي. يبقى انت كده جبت هنا الماس اوف البي اوكي ان ترمز اوف الاي لان ستيل الجي بالنسبه لي مش انون الجي انا عارفها. تو طب ما احنا عايزين نجيب الايه؟ تو تعالى نعمل سبستيتيوشن هنا وهنا هاخد يا مستر ياسر كل ده كده اوكي وهحطه انستيد اوف ايه وهاخد يا محترم كل ده كده اهو كل ده كده هاخده اوكي وهحطه انستيد اوف بي. وتو طب يعني نعمل كده هقول يبقى انا عندي هنا 36 16 equals 250 plus MA equals 565 over G plus A 565 over G plus A هقوله plus انا عندي MB equals 226 over G plus A 226 over G plus A. كل ده كده يا محترمين هي الماس multiplied by G plus A فهحط هنا كده G plus A. قلت له اوكي هخلي جي بلس اي دي كده يا محترمين تبدا تعمل تايمز مع كل ترم من ده تعمل تايمز مع ده ومع ده ومع ده. قلت له اوكي يبقى انا عندي هنا كده 3616 equals 250 multiplied by جي بلس اي بلس دي هتتكنسل فيبقى 565 بلس دي هتتكنسل فهيبقى 226. انا عايز اجيب الاكسلريشن فهبدا اكولكت دول مع بعض اوكي وهجيبهم الناحيه الثانيه بالنيجاتيف فيبقى عند حضرتك هنا 250 جي بلس اي ايكوالز انا عندي 3616 ماينس هكولكت دول توجذر هيدوني 197 اوكي هبدا يا مستر اعمل ماينس ما بينهم هيطلع معايا عندي هنا كده 2825 الكلام ده equal 250 G plus A. قال لي يا مستر اعمل divided by 250 يبقى انا عندي G plus A equals 2825 divided by 250 حول يبقى انا عندي A بس equals 2825 divided by 250 minus 9.8 اللي هي جي اوكي همسك الكالكوليتر بتاعي واقول يبقى انا عندي فراكشن هنا كده 2825 divided by 250 واللي يطلع minus 9.8 equals هتطلع معايا 3 over 2 يعني الاكسلريشن بتاعتي هي 3 over 2 meter per second squared او ممكن اخليها تبقى عبارة عن 1.5 متر بالسكند سكوير دي الاكسلريشن اوكي. بعد ما جبنا الاكسلريشن بيقول لي عايز الماس اوف ايه
قلت له خلاص الماسوف ايه، هرجع في الستيب ديت هنا في المكان ده هنا كده واقول له يا مستر ياسر الماسوف ايه، تاني واحده بقى الماسوف ايه هيبقى equals 565 divided by 9.8 plus انا جبت الاكسلريشن 1.5 هيطلع الانسر بتاعي ان كيلو جرام. فهمسك الكالكوليتور بتاعي واقول انا عندي فراكشن كده يا مستر 565 اوكي divided by انا عندي 9.8 plus وعندي هنا كده 1.5 equals هتبقى equals معايا 50، يبقى هيكون الماس اوف ايه is 50 كيلوغرامز. A small ball is projected vertically upward with speed 29.4 meter per second from a point 19.6 meter above a horizontal ground. The ball is modeled as a particle moving freely under the gravity until it hits the ground. Assumed that the ball doesn't rebound. You only find the distance traveled by the ball while its speed is less than 14.7 meter per second. أنا لو هنا assumed إن الأرض بتاعتي في المكان ده هنا كده كان عندي هنا كده فيها مستر ياسر بيلدينج أي حاجة، لأن هو قال إن هو اتحدف من فوق هنا من على هايت معين. البارتيكل بتاعي يا مستر هو اتحدف لفوق هنا كده أهو، طلع ونزل تحت بالشكل ده. قلت له أوكي تعال ناخد الداتا بتاعتنا بقى. هو قال لك إيه أول حاجة؟ small ball projected vertically upwards speed 29. يبقى انا عندي هنا هي ابتدت يا مستر ياسر من هنا كده السبيد بتاعك اليو بتاعتك 29.4 متر بير سكند وابتدت يا مستر تطلع لفوق بالشكل ده. اكيد في لحظه من اللحظات هتيجي هنا كده فوق وتبقى عندي زيرو، وده يبقى الفاينل اوف ذا فيرست سيستم اند ذا انيشال اوف ذا سكند وان. وهي طالعة انت لوجيك عارف يا مستر ان الجرافيتي بتاعتي بتكون عبارة عن نيجاتيف 9.8 متر بير سكند سكويرد، وهي طالعة لانها بتبتدي تقل 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 from a point which is 19.6 متر above the horizontal ground. يعني هو مديني هنا الديستانت 19.6 متر، ده يا مستر ياسر الديستانت من اول الجراوند تحت لحد يا مستر ياسر البوينت اوف بروجكشن فوق. الحته دي كده يا مستر عباره عن 19.6. قلت له اوكي اللي هو الهايت بتاع ده كله. قلت له اوكي ماشي كل ده كده الهايت بتاعه 19.6 متر. انا ليا بقى راي تاني هنا، ليا كلام تاني هنا بقى. اولا انا متاكد ان انا عندي هنا كده يا مستر ياسر السبيد في المكان ده هيكون 29.4، ده السبيد بتاعي لان هو ان ذا سيم هوريزونتال ليفل مع ده. دي اول حاجه انا معود ولادي ومعلمهم ان انا بخلي سيستم اسمه اي بي وهو طالع وسيستم اسمه بي سي اوكي وسيستم تاني لما ينزل تحت خالص اسمه سي دي اوكي. انا متفق مع ولادي ان التايم في المكان ده في البي اي بي هو هو سيم سيم التايم هنا، يعني الوقت اللي هياخده هو طالع من اي لحد بي هو هو نفس التايم من اي لحد سي اوكي. قال هو طالع كانت الجرافيتي بالنيجاتيف لكن وهو نازل كده الجرافيتي عندك بالبوزيتيف، فانا عندك الجرافيتي في السيستم ده هو عباره عن بوزيتيف 9.8 متر بير سكند سكويرد. وكمان يا مستر الجرافيتي هنا كده هتكون برضه يا مستر ياسر هو لسه نازل لحد ما ينزل تحت خالص هو هتكون يا مستر 9.8 متر بير سكند سكويرد. وعلى فكره 29.4 هي تعتبر الفاينل فيلوستي وذ ريسبكت تو السيستم بي سي وهي الانيشال فيلوستي وذ ريسبكت تو سيستم سي دي. وعندي الاس هنا فروم سي تو دي هي هي نفس الديستانس ديت اللي هي 19.6 لان انت عندك من الـ من الاي لغايه تحت هنا هي هي من السي لحد تحت هنا فنفس الديستانس. شوف قد ايه يا مستر ياسر الداتا عندنا دلوقتي. تو طيب انا كده لميت كل الداتا اللي عندي. وعلى فكره انا عندي دلوقتي في سيستم اي بي سيستم وبي سي سيستم وسي دي سيستم، انا اعرف في كل واحد تلات حاجات. في الاي بي اعرف اليو والفي والجي، وفي البي سي اعرف اليو بزيرو بقى اليو هنا بزيرو خلي بقى هنا كانت الفي بزيرو هنا اليو بزيرو، واعرف الجي واعرف الفي لان دي تعتبر في الناحيه دي. اما تحت في السي دي انا اعرف اليو واعرف الجي واعرف الاس، فاقدر اعمل كل حاجه هو يطلبها مني. خلاص يا مستر ياسر اوكي طب تعال نشتغل بقى. اول حاجه سالني عليها بيقول لي ايه find the distance traveled by the ball which its speed is less than 14.7. طب تعالى تخيل هي هتبقى فين السبيد بتاعتك smaller than او less than 14.7. انت عندك الفيلوسيتي هنا ابتدت 29.4
هتبدأ يا مستر ياسر تقل 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 لحد ما توصل في الآخر خالص عند الزيرو. يبقى أكيد يا مستر وهي بتقل هتعدي في مرحلة من المراحل هنا كده على إن هي تبقى عبارة عن 14.7. هو بيسأل عليها، هو بيسألني على 14.7، فأكيد يا مستر في نقطة من النقط دي هتبقى الفيلوسيتي هنا كده يا مستر ياسر هتكون عبارة عن 14.7. قلت له اه، وتبدأ تقل 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 لحد ما تبقى زيرو، وتبدأ تزيد 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 لحد ما توصل تاني ل 14.7، وتبدأ تزيد بقى يا مستر ياسر لحد ما توصل ل 29، وتبدأ تزيد لحد ما توصل بقى حسب ما توصل للقبض هتبقى بكام، صح؟ يبقى دلوقتي الحتة اللي هتمشي فيها smaller than أو less than 14.7 هي اللي فيها دوت صحة، ما أنا عايز أعرف الديستنت دي قد إيه. قلت له خلاص احنا نجيب الديستنت اللي هنا يا مستر ياسر، وبعد ما نجيب الديستنت اللي هنا نعملها باي 2، لان الديستنت ديت وانت طالع هتبقى سيم سيم الديستنت وانت نازل. قلت له تمام، طب نجيب الديستنت ازاي؟ قال لي يا مستر هنعتبر ان انت عندك بقى ديت هي الفيلوسيتي، اه بس انا هعتبرها هي اليو، هي البدايه. انا دلوقتي بديسكاس اوكي الحته دي، اليو عندك يا مستر عباره عن 14.7، الفي عندي في الاخر هتكون 0، والجرافيتي يا مستر نيجاتيف 9.8، فاقدر اشتغل يا محترم بالكلام ده. انت عندك 5 رولز زي ما احنا اتعلمنا مع بعض وعلمت ولادي، بيكتب ال 5 رولز قدام عينينا. ايه هم الخمسه؟ ال v equal u plus gt، ال v squared equal u squared plus 2gs، ال s equal ut plus half gt squared، وممكن تكون ال s equal vt بس ساعتها بقول له minus half gt squared، وممكن اقول لك كمان ال s equals u plus v divided by 2 multiply t. اوكي دلوقتي انت عندك في السيستم ده كده اللي انت شغال عليه، وليكن ده اسمه كده انت مسمي a b c d، سميه هنا كده e. في السيستم a b انت عندك ال u وعندك ال v وعندك ال g، هقول له عايز ال s، هقول يبقى يا مستر رول ده عندي ال u وال v وال g وعايز ال s، هقول يبقى during، هقول له كده during ال EB، during مين؟ ها ال EB، during يا مستر ياسر، خلال يا مستر ياسر ال EB، أنا هشتغل في السيستم ده، هقول لك كده إن أنت عندك V squared equal U squared plus 2GS، أوكي؟ ال V عندك بـ 0 فهقول يبقى 0 equals، ال U عندي هي 14.7 squared plus 2، الجرافيتي هي negative 9.8S، ممتاز. هقول يا مستر ياسر هحسب ده دي 19.6 بالنيجاتيف، هتعدي الناحية التانية بوزيتيف 19.6، يبقى أنا عندي 19.6S equals 14.7 squared، يعني لو عملنا divided by 19.6 in both sides يبقى الS equals 14.7 squared divided by 19.6. همسك الكالكوليتور بتاعي كده وهقوله هنا كده 14.7 squared divided by 19.6 equals هتطلع معايا 441 divided by 40 11.025 هتطلع الديستانت عندي 11.025 meters. هو الكلام ده يا مستر ياسر up only. طب يا مستر انا عايز الديستانت up and down، طب ما هو الديستانت هنا قد الديستانت هنا، يبقى اقول لي يا مستر ياسر required distance كلها هعمل by 2، فيبقى عندي required distance يا محترم هعمل اللي انا جبتها ديت 11.025 multiplied by 2 هتطلع معايا 22.05 meter. هي دي يا مستر الديستانت اللي هيكون فيها السبيد بتاع البادي smaller than 14.7. عايز منك ايه تاني؟ find the time for which the ball is moving with speed more than 29.4. عشان تمشي بسبيد more than 29.4، خلك من الكلام more than، هي تمشي امتى more than 29.4؟ هي طول ما هي طالعه هنا بتقل تقل 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 ك 29، بتقل تقل 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 لحد تبقى 0، تزيد 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 لحد ما هتيجي هنا تبقى 29 تاني. يبقى فين كان السبيد more than 29.4؟ السبيد is more than 29.4 during CD. هو عايز التايم هنا قد ايه؟ قلت له حاضر، انا عشان اجيب التايم عندي اليو، لان ده كده يعتبر هو اليو بتاع حضرتك، وعندك الجي وعندك الاس، عايز التايم. اقول له خلاص يبقى during cd
during CD. انا دلوقتي بدور على التايم. هقول له خلاص الرول اللي فيه اليو والاس والجي والتي هو يا مستر ياسر الرول ده. فاقدر اشتغل بالرول ده كده. اقول له اس ايكوالز، هقدر اقول له كده ان اس ايكوالز يو تي بلس هاف جي تي سكويرد. الاس عندي يا مستر ياسر هي عباره عن 19.6 سيم الهايت ده. فهقول له يبقى 19.6 ايكوالز اليو عندك هي equals 29.4. فهحط هنا كده 29.40 بلس هاف. البادي كان نازل فالجرافيتي عندي بالبوستيف وعندي تي سكويرد. احنا عارفين ان هاف 9.8 4.9، فهو يبقى ديت كده يا مستر عبارة عن 4.9 تي سكويرد بكده بلس. انا عندي 29.4 وهنا عندي تي، دي ترجع الناحية التانية بنيجاتيف 19.6 equal 0. هبدأ أعمل الكلام ده مود 5 سريع عشان أطلع الفاليو في تي. 4.9 equals 29.4 equals نيجاتيف 19.6 equals equal، هتطلع معايا نيجاتيف 3. إيه ده يا مستر، هو في تايم بالنيجاتيف؟ أقول لك هي تبدو نيجاتيف لكن في الواقع لما نعمل كده هتلاقيها بالبوزيتيف. ليه؟ بالبوزيتيف. تقول طب تمام يا مستر ياسر، طب اكس 2 مالها؟ اي لا دي نيجاتيف نيجاتيف بقى، لان الاثنين بالنيجاتيف هتطلع معايا بالنيجاتيف، هتبقى ريفيوز لان ما ينفعش التايم يكون بالنيجاتيف. يبقى دلوقتي عندي يا محترم اول واحده هي نيجاتيف 3 بلس روت 13، يبقى عندي التايم بتاعي يا مستر نيجاتيف 3 بلس روت 13 اوكي. والتايم الثاني يا مستر نيجاتيف 3 ماينس روت 13 ده از ريجكتد، لان مش هينفع التايم يبقى بالنيجاتيف. ودي على فكره لو جبناها ان ديسيمال هتطلع مع حضرتك هنا 0.6055، يعني هقول ان التايم عندي يا مستر هي 0.605 سكند. هو ده التايم اللي هتاخده هي ماشيه بفيلوسيتي جريتر ذان او مور ذان 29.4. قال لي بعد كده عايز ايه تاني؟ سكتش a speed time graph for the motion of the ball from the instant when it's projected from A to the instant when it hits the ground. Show clearly where your graph meets the axis. Okay. طيب تعالى احنا من خلال فهمنا الستوري ديت كده، انت عندك هنا كده ادي التايم اوكي، وادي يا مستر ياسر السبيد عندي هنا كده اوكي، ده هنا كده التايم وده هنا كده السبيد. هو بدأ من 29.4، هو بدأ من الفلوستي من 29.4، قعدت تقل لحد ما وصلت للزيرو كده يا مستر، زادت تاني لغاية ما جت 29.4 كده، نزلت تاني يا مستر كمان مشيت حبة اللي هي 0.6. قلت له اوكي، يبقى انا هاسيوم ان هي بدأت من هنا كده اوكي عندي 29.4، ابتدت تقل بكونستنت ديسيليريشن، فلازم يبقى اللاين كده يا مستر بالشكل ده كده اهوت اوكي. طب وقفت يا مستر عند تايم قد ايه؟ ما احنا ما نعرفش وقفت عند تايم قد ايه، فتعال نجيب هي وقفت بعد قد ايه تايم. فانا عايز اجيب التايم في الحته دي اللي وقفت فيها، يا ترى التايم ده قد ايه يا مستر؟ هي وقفت بعد قد ايه هنا؟ انت عندك هنا اليو، عندك اليو وعندك الجي وعندك الفي، فممكن تيجي كده يا مستر ياسر هنا كده تقول لي مش انت عندك الفي ايكوالز يو بلس جي تي؟ اقول له اه. الفي عندك 0، اليو عندك هي كانت تحت اهي 29.4، فهتحط 29.4 كانت طالعه فالجرافيتي بالنيجاتيف نيجاتيف 9.8 تي. هجيب ده الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يبقى 9.8 تي ايكوالز 29.4 ديفايدد بوث سايدز باي 9.8، يطلع ان هي هتقف بعد 3 سكندز، يعني هتاخد وهي طالعه 3 سكندز، وعشان ترجع في نفس المكان تاني تاخد 3 سكندز، وتحت التايم اللي احنا جبناه من شويه كان 0.6055 سكندز. ده كده يا مستر ياسر التايم بتاعك، يبقى هي هتيجي تقف هنا كده عند 3 سكندز اوكي. قدام 6 سكندز بالظبط يا محترم، بعد 6 يعني لازم تبقى ديت كده ايكوال مع دي كده، عند 6 سكند بالظبط هنا كده يا محترم هتوصل لنفس الفيلوستي مرة تانية، فهتطلع يا مستر ياسر هنا هتوصل للمكان ده لنفس الفيلوستي تاني اوكي. وبعد كده يا مستر ياسر هي هتكمل تاني حبة كده، هقول له هتكمل كده يا مستر ياسر لحد ما تقف في المكان ده عندي كام؟ 6.605 سكندز. هو ده يا محترم كده
الجراف الـ speed time جراف بتاعي. يبقى هي نزلت من 29.4 during 3 seconds بعد الـ velocity بتاعتي كانت 0 لأن هي مستر اس stopped at the maximum height، كانت تنزل تاني عشان توصل لنفس الـ velocity هنا في another 3 seconds، يعني الـ time طالع at the time نازل، فهتاخد كمان 3 seconds يعني هتوصل عند 60 seconds عند the same velocity. بعد كده الـ velocity هتزيد معاك during 0.6 طبعا بعد 60 seconds، فيبقى عندي هنا 6 كمان 0.6 يبقى كأنها 6.605 لحد ما تعمل hits مع الـ ground، وساعتها يا مستر هي not rebounded فهتفضل واقفة في مكانها. بيقول لي هنا a particle A of mass 0.5 kilograms is at rest on a small horizontal plane. Okay, initial velocity كانت 0. A time t2 forces f1 negative 3i plus 2j and f2 equals bi plus qj, b and q constant applied to A. Okay. Given that A moves in the direction of the vector i minus 2j. يبقى ده كده هي parallel مع الفيكتور ده. طبعا ماشي in the same direction. يبقى عايز يكون هي parallel معايا. طب تعالى نجيب الأول the resultant of the two forces. انت عندك f1 equal negative 3i plus 2j. انا عندي f1 equals negative 3i plus 2j. اوكي. f2 دي كده equals. هو مديني f2 equals كام؟ bi plus qj. يبقى انا عندي bi plus qj. هيبقى resultant of force بتأكت على البادي ده. هتكون عبارة عن p minus 3i هنجمع الـ i مع بعض plus انت عندك الـ q plus 2j ده كده يا محترم الـ resultant force. قال يا مستر لو عرفت ان الـ a moves in the direction of i minus 2j معنى كده ان الـ resultant بتاعي ده parallel مع الـ direction التاني اللي هو اسمه ايه i minus 2j اللي هو i minus 2j. طيب قال لي هنا ايه بعد كده لو هو parallel معي هو in the same direction show that in 2p plus q minus 4 equals 0. حول يا مستر طالما هما parallel مع بعض بحب اكتبها كده بقى، يعني انا بحب عن نفسي اكتب الشكل ده كده، حط ال i كده b minus 3 comma q plus 2. اوكي ده كده parallel مع vector تاني هو عبارة عن 1i و negative 2. بحب اعمل ضحكة minus تكشيرة، بقول يا مستر ياسر يبقى تعالى اعمل الضحكة ديت انا بحبه، انا احبه ده كده يا مستر ياسر ملتبلاي بعض ماينس الاثنين دول ملتبلاي بعض. قلت له يا سلام، قال لي اه. قلت له يعني انت هتعمل نيجاتيف 2 ملتبلايد باي بي ماينس 3، هقول له ماينس لازم ماينس ال1 ملتبلايد باي كيو بلس 2، اقول له اه ونخليها ايكوال 0. قلت له اوكي اعمل سمبليفاي، يبقى عندي نيجاتيف 2 بي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 2 باي 3 6 ماينس كيو اول نيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف هنا 2 ايكوال 0. حاول يبقى انا عندي دلوقتي كده يا مستر ياسر نيجاتيف 2b ماينس q بلس ال4 ايكوال 0، اعمل باي نيجاتيف 1 يبقى انا عندي 2b بلس ال q ماينس ال4 ايكوال 0، وهو ده الريكوايرد اللي هو كان طالبه منك فوق ان هو عايز يجيب ان 2b بلس q ماينس 4 ايكوال 0. يبقى اول ما يقول لك هاف ذا سيم دايركشن نفس الدايركشن ساعتها تفهم ان هما بارلل، وطالما بارلل يبقى بتعمل الضحكه الكبيره ماينس التكشيره الصغنونه من جوه وتقدر تجيب الريليشن اللي هو عايزها. قال لي بعد كده given that P equals 5، هقول له خلاص يبقى انا اقدر اعمل هنا substitution واجيب Q. طب يلا وريني. هقول يا مستر ياسر at P equals 5 at P equals 5 it impulses ان انت لما تحط هنا 5 هيبقى عندك 2 by 5 plus Q minus 4 equals 0. يبقى عندي 10 plus Q minus 4 equals 0. يبقى عندك ال q plus 6 equals 0 which means ال q equals negative 6. جبنا q يبقى ال r عندي عبارة عن ايه؟ هو عايز لي speed of a at time t equal 4. طبعا انت عشان تجيب لي speed ركز معايا بقى كده شوية، طبعا انت عشان تجيب لي speed of the particle a لاحظ ان هو يا مستر كان at rest يعني ال u عندك ب 0. طب عندك يا مستر ياسر انت عايز ال v، انت بتسألني على ال v at a time equals 4. قلت له طب مش هي ال v يا مستر ياسر هتبقى عبارة عن u plus at؟ قلت له اه. وال u بزيرو؟ قلت له تمام. يبقى ال v عبارة عن ال acceleration multiply time، وال time عندي. قال بس انا ما عنديش ال acceleration. قلت له سهلة، تعال نجيب ال acceleration الاول عشان لو جبت ال acceleration هتعرف تجيب ال speed.
قلت له طب الاكسجين عبارة عن ايه هنا؟ قال والله هو كان ماشي يا مستر على سموز بلين، وبالتالي الما بتاعتي هي الفورس او الريزلتنت اوف ذا تو فورسز. قلت له جميل، يعني انت دلوقتي عندك كده، هنعمل كده. واقول له انا عندي الما ايكوالز الار. قلت له طب الام بكام؟ قال انت مديني هنا يا مستر ان الام هي عبارة عن 0.5 كيلوغرام، فهحط هنا كده 0.5 كيلوغرامز 0.5 multiply the excision equal the resultant. بكام ال resultant؟ ال resultant اهي. اي بس احنا جبنا ال B وجبنا ال Q، يبقى استغلهم. انت عندك ال B كان مدهوني 5، فهمسك ال 5 ديت يا محترم وهعمل بيها substitution instead of B، وهمسك يا محترم كمان ال negative 6 دي واعمل بيها substitution instead of ال Q. فاقول يبقى انا عندي 5 minus 3 يعني 2، يبقى انا عندي عبارة عن 2، وهحط نيجاتيف 6 بلس 2 يعني نيجاتيف 4، يبقى انا عندي 2 اند نيجاتيف 4. فهنا كده انت عندك 2 اند نيجاتيف 4، ده ريزلتنت. يبقى انا عندي دلوقتي هاف ال A equals 2 اند نيجاتيف 4، هعمل multiplied by 2 in both sides، فيبقى عندي الاكسلريشن equals عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 اند نيجاتيف 8. ده كده الاكسلريشن. لما حضرتك تجيب الاكسلريشن عندك ممكن تعرف تجيب الفيلوستي. ازاي يا مستر؟ قال لي ما الفيلوستي عباره عن الاكسلريشن مالتبلاي التايم. قلت له خلاص، يبقى الفيلوستي عندي يا مستر ياسر هتبقى ايكوالز اي تي، هي المفروض يو بلس اي تي، واليو بزيرو ان هو ات ريست. فهقول يبقى اي تي يعني 4 اند نيجاتيف 8 مالتبلاي التايم، هو قال لي افتر 4 سكندز، فهعمل تايمز هيبقى عندي 16 اند نيجاتيف 32. ده مين ده؟ ده الفي. طيب انا مش عايز الفيلوستي از فيكتور، هو عايز السبيد، عايز الماجنيتيود. هقول يبقى انا عندي يا مستر ياسر السبيد بتاعي، السبيد بتاعي هيكون عباره عن سكوير روت، وهبدا اعمل 16 سكوير بلس واحط نيجاتيف 32 اول سكوير، واحسب ده كله بالكالكوليتر، هيطلع معايا كالتالي يا محترمين. هقول يبقى انا عندي هنا كده سكوير روت 16 سكوير بلس، طبعا الباور 2 هيمشي النيجاتيف، يبقى 32 سكوير ده خلاص اوكي، تبقى ايكوالز تطلع 16 روت 5. يبقى انا عندي كده السبيد هيكون 16 روت 5 متر بير سكند. A particle B of mass m is attached to one end of a light in extensible string. Another particle Q also of mass m is attached to the other end of the string. The string passes over a small smooth pulley which is fixed at the edge of a rough horizontal table. Particle Q is held at rest on the table, دي حتة مهمة. And particle B hangs vertically below the pulley with the string taut. Okay. I like the pulley P and Q are lie on the same vertical plane. The coefficient of friction between Q and the table is mu, where mu is smaller than 1. Okay. Particle Q is released from rest. And if the tension in the string before Q hits the pulley is Kmg, a tension can Kmg, where K is constant, find K in terms of mu. اقول له حاضر. تعال نعمل كده احنا سكتش صغنن كده، موديل لينا احنا كده نتدلع فيه في الحته الواسعه دي، موافق؟ قال لي اه يا مستر تومس يا حبيبي. دلوقتي انا عندي يا مستر ياسر ادي التيبل بتاعي اهو. هنا كده في سمول سموز بولي. انا عندي البادي بالشكل ده كده اهو. هنا في بادي، ده كان ام على فكره، ده كده كان ام. اوكي، هو كان مسميه ايه؟ هو كان مسميه هنا كيو، كان كيو ده بام والبي كان بام برضه. اوكي تو تايم. اوكي ده كده كان اسمه كيو. اوكي، وكان اتريست على فكره في الاول. كان في سترنج بالشكل ده كده، كان في سترنج كده، السترنج ده لف على البولي وابتدى ينزل لتحت هنا كده، وكان شايل يا مستر ياسر تحت هنا برضو عندك بادي تاني هو مسميه ايه؟ كان مسميها بي، والبي ديت كانت برضو ام، يعني كان مسميها بي اه، بس هي كانت عبارة عن ام، الماس بتاعها ام. تو ماشي، وكان في تنشن زي ما انت عارف بيشد كده، وفي تنشن بيشد كده، ودول زي بعض. هو كان مديك التنشن ان ذا سترينج بيفور ان هي تعمل هيتس مع البولي كانت كي ام جي. فانا عندي هنا في كي ام جي رايح راجع، انا عندي هنا كده كي ام جي، وهنا كمان كان عندي هنا كده كي ام جي.
الويت بتاعه كان فيرتيكال كده، كان عباره عن ام جي، اوكي ده الويت بتاعه. وكان في هنا رياكشن، الرياكشن بتاعه يا مستر ياسر كان ار بالشكل ده لفوق، وهو كان ماشي على رف هوريزونتال بلين، وكان مديك ان يا مستر كوفيشنت تو فريكشن هي ميو. فانا عندي هنا كده برضو في يا مستر ياسر بالشكل ده كده ميو ار اللي هو الفريكشن فورس، وطبعا ده هنا بيتشد لتحت كده في فورس بتشده اللي هي الويت اوف البارتيكل بي، ودي كده يا مستر تعمى ويت. فانا هقول له هاخد الماس مالتبلاي جرافيتي. اوكي روح المسائل دي كلها في الايكويشن اوف موشن، لازم نجيب الايكويشن اوف موشن اوف ايتش بارتيكل اوف ذا بارتيكل كيو اند اوف بارتيكل بي. طب تعال نجيب الاول 4 كيو وبعد كده نرجع نجيب 4 بي. تعال نجيب 4 كيو. 4 كيو اي طبعا هو هنا الدايركشن اوف موشن بتاعت حضرتك هتكون بالشكل ده، ده كده الدايركشن اوف موشن، اوكي ده كده الدايركشن اوف موشن بالنسبه للبادي كيو اللي هو اون ذا تيبل. وعندي ده كده يا مستر ياسر هيموف داون، فانا عندي ديت كده هي برضه الدايركشن اوف ايه يا محترم، ها اوف موشن. قلت له ممتاز جدا يا مستر ياسر، نمسك فور بادي كيو. فور ذا بادي كيو انا عندي يا مستر ياسر الما. الما مين يا مستر ياسر؟ قال والله اللي بيشده يا مستر ياسر في نفس الدايركشن هو كي ام جي، واللي بيعكسه هي ميو ار. فهو يبقى انا عندي هنا كده كي ام جي، كي ام جي ماينس ميو ار. طب جميل. طب فور يا مستر ياسر البادي بي، هقول له فور بي انت عندك ايه اللي بيشد لتحت؟ الام جي، وعندك يا محترم اللي بيعاكس كي ام جي. الما عندي يا مستر ياسر ايكوالز ام جي ماينس كي ام جي. كالعهد اللي بيني وبين ولادي في المسائل دي انا بقوم جاي اعمل هنا اقول له باي ادينج. لما اجي اعمل هنا ادي يا محترمين بالشكل ده كده، ايه اللي بيحصل عندي؟ اللي بيحصل عندي ان كي ام جي تتكنسل مع نيجاتيف كي ام جي. قلت له جميل. فبالتالي لما اجي اعمل ادينج هيبقى ام اي بلس ام اي، يبقى انا عندي 2 ام اي ايكوالز هنزل ام جي ماينس الميو هي ميو. قال لي هي المفروض ميو ار، بس انا ممكن اعمل سبستيتيوشن instead of r، لان لو بصيت فوق هنا هلاقي ان الار يا مستر ياسر هتبقى equals mg، فممكن ابوت mg instead of r فاحط هنا كده mg. اوكي كده اقدر اجيب الاكسلريشن، لان لما هعمل divided by m ده هيكنسل وده هيكنسل وده هيكنسل، فيطلع عند حضرتك كده ان يا مستر ياسر 2a equals g minus mu g. لما اعمل divided by 2 تبقى الاكسلريشن ايكوال g minus mu g divided by 2. كده انت جبت الاكسلريشن، بس هو كان بيسالني حضرتك about ال k in terms of mu. فهو طب تعال نطلع نشوف ال k نجيبها منين. قال لي ممكن نجيبها من relation number 1 او relation number 2. تعال نجيبها من number 2 هنا. مش انت عندك الما ايكوال mg minus k mg؟ قال لي اه. انا عندي هنا كده يا مستر ياسر الما equals mg minus k mg. اوكي ده فين ده يا مستر؟ في ريليشن نمبر 2 اهيت قدام عيني اهي، خدت الريليشن دي عملت فيها سبستيتيوشن بقى بالاي. طب اوكي الاول همشي الام مع الام مع الام. طب بالسلامه همشي الام مع الام مع الام. اوكي عملنا ديفايدد باي ام، مشينا الام، يبقى عندك الاكسلريشن ايكوال جي ماينس كي جي. قال بس انا عايز يا مستر ياسر الكي ان تيرمز اوف ميو. اي طب ما انا عندي دلوقتي يا مستر ال A الواحدة equals كل الكلام ده، فحاضر اعمل هنا substitution وحط G minus mu G over 2. فحاجة هنا كده اقول له يا مستر يبقى انا عندي G minus mu G divided by 2 equals G minus kg. قال لي يا مستر اعمل by 2. فلما اعمل by 2 هيبقى عندي هنا كده G minus mu G equals 2G minus 2kg. طب جميل عملت باي 2 في كل حاجة، فدوك كان سيت وعملت هنا باي 2 هنا باي 2. قال يعمل divided by g، عملنا divided by g، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هتلاقي g كان سيت بقى 1 هنا بقى ميو بقى 2 هنا بقى 2k. حول يبقى انا دلوقتي عندي يا مستر ياس 1 minus ميو equals 2 minus 2k. هجيب 2k الناحية دي فيبقى عندي positive 2k equals، هودي دي الناحية التانية هتبقى عندي ميو، هودي دي من نيجاتيف 2 ماينس 1 ايكوالز 1، يبقى انا عندي ميو بلس 1، يبقى الكي لوحدها هتكون عبارة عن ميو بلس 1 ديفايدد باي 2
وبكده أبقى أنا جبت التارجت بتاعي. قال لك given that Q is initially a distant D from the pulley. قلت له يعني في الأول يا مستر كانت الديستانت بينها وبين البولي كانت دي؟ قال لي آه. يعني أقدر أقول لك يا مستر إن دي ديت هي الديستانت من هنا كده لحد هنا كده عند البولي؟ أقول لك آه دي الديستانت. قلت له طيب ده في الأول خالص أيام ما كانت اليو إيكوال زيرو. قلت له أوكي يا مستر ياسر إيه اللي حصل؟ قال لي given that إن Q initially a distant D from the pulley find in terms of D, G and mu. يبقى مش مديش أي numerical values هنا، مديني كله variables مش تفرق معايا. The time taken by Q after relays to reach the pulley. عايز أعرف التايم اللي Q هتاخدها عشان توصل للبولي. طب أنا عشان أجيب التايم يا مستر، أنا عشان أجيب التايم هنا أنت عندك الديستانت موجودة وعندك اليو موجودة وعندك الاي موجودة، عندك الاي اكسيليشن موجودة اهي تحت اهي. اوكي تعال نحط الداتا بتاعتنا. اليو عندي بزيرو، الديستانت عندي يا مستر ياسر قال لي دي، وعندك الاكسيليشن انت كانت بكام الاكسيليشن عندك؟ ها جي ماينس ميو جي اوفر 2، هي عبارة عن جي ماينس ميو جي اوفر 2. وبيسألني على مين؟ على التايم. ايه اللي يجمع بين الاس واليو والاي والتي؟ قال لي هو في غيره يا مستر ياسر، ما انت عارف ان الاس ايكوالز يو تي بلس هاف اي تي سكوير. قلت له ماشي. اليو عندي بزيرو، قال لي طالما اليو عندك بزيرو يا مستر يبقى عظم الله اجر ده كده انتهى، زيرو باي اي حاجه بزيرو. قلت له طب احسن. الاس عندي بكام؟ ها الاس عندي بدي، فحط هنا كده دي ايكوالز هاف الاي. الاي بكام؟ قال الاي يا مستر ياسر عبارة عن جي ماينس ميو جي اوفر 2. الكلام ده كده يا مستر تي سكوير. قلت له طب تعالى قول لي بقى، يبقى دي ايكوالز 1 باي اللي فوق ده يا مستر واي باي النيوميريتور يديك نفس النيوميريتور، و2 باي 2 تبقى 4 وهنا كده تي سكوير. عشان نجيب التي سكوير دي يا مستر لوحدها هعمل ملتبلاي الريسيبريكال بتاع كل ده في الرايت والليفت هاند سايد، فهعمل باي 4 ديفايدد جي ماينس ميو جي. فقول يبقى معنى كده يا مستر يبقى انا عندي هنا كده دي ملتبلايد باي 4 اوفر جي ماينس ميو جي، دي اكنها اوفر 1، فهعمل نيوميريتور ملتبلاي ايتش اذر، يبقى انا عندي 4 دي ديفايدد باي جي ماينس ميو جي، هاخد سكوير روت يطلع التايم عندي بوزيتيف اور نيجاتيف، والنيجاتيف ريجكتد، وعندي هنا كده 4D divided by G plus mu G. يبقى انا كده جبت التايم in terms of D والG والميو زي ما المستر طلب مني فوق هنا، عايز التايم in terms of D والG والميو. Describe what would happen if mu is greater than or equal 1. Give reason. لو الميو greater than or equal 1، if الميو is greater than or equal 1 الامبالسز يا محترم ان السيستم won't move، مش هيتحرك يا مستر ياسر. لان انت لما تيجي تبص على الميو انت عندك الميو بتيجي منين؟ مش انت عارف هنا كده يا محترم ان انت عندك هنا كده وعندك هنا كده ان انت عندك الفريكشن فورس هي ميو ار، تمام؟ يعني انت عندك الميو دي is الفريكشن فورس divided by reaction. If mu greater than 1 معنى كده ان friction force greater than reaction، والfriction force لو greater than reaction يعني معنى كده ان friction force greater than mg يعني greater than the weight، يبقى ساعتها يا مستر ياسر ال body won't move، وده give reason بتاعك طبعا. Two ships A and B are moving with constant velocities. Velocity of A 3i plus 12j kilometer per hour and velocity of B is pi plus qj كيلومتر بير اور. فايند السبيد اوف اي. طبعا السبيد اوف اي مش محتاجه اي حاجه خالص، انا طبعا عندي الفيلوسيتي 3i بلس 12 جي اقدر اجيب لي سبيد. فالسبيد اوف اي ممكن جنبها هنا على طول كده اقول له يا مستر ياسر السبيد اوف الاي هيكون ايكوالز سكوير روت 3 سكويرد بلس 12 سكويرد. هحسب ده بالكالكوليتر، فهقول له هنا كده انا عندي يا مستر سكوير روت زي ما انت شايف كده، اوكي 3 سكويرد 9 بلس 12 سكويرد 144 يطلع كله 3 روت 17. يبقى انا عندي هنا كده 3 روت 17 برضه هو كمان كيلومترز بير اور.
Okay. The ships are modeled as a particle at 12 noon. A is a point with position, if the position vector of A, okay, here R node of A, كان عبارة عن negative 9i plus 6j, and it'll be if at a point with position vector, R node عندك كان 16i plus 6j. After 3 hours, after 12 noon, AB becomes 25 minus 12 ti minus 90j kilometer. Find the value of B and Q. Okay. دلوقتي يا مستر ياسر انت مديني ايه؟ مديني a position vector of A يعني R node of A كانت equal دي كام عندي؟ كانت equal دي يا محترم negative 9i plus 6j negative 9i negative 9i plus 6j وعندي كمان ال R node of B كنت انت مديني given زي بكام of B 16i plus 6j يبقى انا عندي 16i plus 6j قلت له اوكي واديتني كمان ان ال AB after 3 hours ال AB becomes 25 minus 12i انا عندي ال AB equals 25 minus 12 ti 25 minus 12 t الكلام ده كله i اوكي minus 9tj اوكي ده ال AB قلت له طب جميل حاضر طب مستر ياسر مش الاي بي دي اساسا انا ممكن اخليه كده يبقى بي ماينس اي قلت له اه ممكن نخليه بي ماينس اي الفيكتور اي بي ده كده الفيكتور اي بي ده كده عباره عن بي ماينس اي قلت له طيب ما هو البي ده يا مستر ياسر عباره عن ايه عباره عن ار نود بلس الفي ملتبلاي تي ده الكلام ده كله فور بي قال لي ماينس الار نود بلس الفي ملتبلاي تي كل الكلام ده فور اي والكلام ده كده ايكوال معاك ده نازل معاك زي ما هو قلت له اوكي ال R node for B هو ده فهو يبقى انا عندي دلوقتي كده 16i بلس 6j بلس ال velocity of B يا محترمين كان عبارة عن bi بلس qj وال velocity of A كانت عبارة عن 3i بلس 12j اوكي فهجيب ال velocity بتاعت ال B هنشغل دلوقتي مع ال B فهو يبقى bi بلس qj فحط هنا كده pi بلس كيو جي كل الكلام ده ملتبلاي التايم كل اللي انت شايفه ده كده هو الفيكتور بي افتر تايم تي افتر تايم اي تي طب تعال نجيب الايه بقى ماينس الار نود اوف الاي كانت اهي نيجاتيف 9i بلس 6j فحط نيجاتيف 9i بلس 6j هقول له بلس الفيلوستي اوف الاي الفيلوستي اوف الاي كانت فوق عندي بكام 3i plus 12j فحط هنا كده 3i plus 12j ده ال velocity multiply time لانه قال لي after time t hours كل الكلام ده equals مين equals يا مستر اللي هو مدوني فوق نازل معايا اللي هو 25 minus 12ti minus 9tj قلت له اوكي يا مستر تاني اعمل simplify طيب انا عندي دلوقتي 16i plus 6j plus انا عندي بي تي اي بلس انا عندي كيو تي جي حول يا مستر ياسر نيجاتيف تخش على كله فيبقى بلس نيجاتيف مع نيجاتيف تبقى بوزيتيف 9i نيجاتيف مع بوزيتيف يبقى نيجاتيف 6j نيجاتيف مع بوزيتيف هتكون نيجاتيف 3 تي اي ونيجاتيف تاني 12 تي تاني جي الكلام ده ايكوالز حول يا مستر 25 ماينس 12 تي i اوكي ماينس 90j طب تعالى يا مستر نجمع بقى هنا ليتس كولكت الاي فانا عندي هنا كده في مين في 16i وعندي كمان 9i وعندي bti وعندي نيجاتيف 3ti قلت له اوكي تعالى ناخد الاي از كومن فاكتور فساعتها هتعمل براكت كده هتحط 16 بلس bt حول يا مستر بلس 9 حول يا مستر ماينس 3t كل الكلام ده i بلس تعال ناخد الجي الجي برضه هنقوم بين براكت هناخد 6 بلس qt حول ماينس 6 حول يا مستر ماينس 12t واقوم عامل براكت واحط جي الكلام ده ايكوالز 25 ماينس 12t i ماينس 9tj تعال نعمل سمبل فاكتور من كده حول يا مستر دي هتبقى عبارة عن كام 16 بلس 9 يعني عندي 25 بلس
هاخد تي كومن فاكتور، فهيبقى عندي هنا كده بي ماينس 3 تي، وكل ده كده اي بلس. هتلاقي هنا كده ان 6 تكنسل مع النيجاتيف 6، فيبقى عند حضراتكم ان كيو ونيجاتيف 12، فهاخد كيو ماينس 12 في براكت كده تي، واحط هنا جي ايكوالز، هحط الناحيه الثانيه 25 ماينس 12 تي، كل ده كده اي ماينس 9 تي جي. لو جينا عملنا كومبير الكوفيشنت اوف اي، هتلاقي 25 هنا يا مستر ماينس 12 تي، وهتلاقي هنا 25 بلس الكلام ده كله تي. اقول له بس انت عندك يا مستر 25 سيم سيم 25، يبقى لازم البوزيتيف بي ماينس 3 اللي هي فيها تي ديت اوكي هي ايكوالز مع النيجاتيف 12 عشان عندي في تي برضه، فهنكنسل التي مع تي، فيبقى نيجاتيف 12 بس مع البراكت ده. فيبقى اول حاجه عندك ان البي ماينس 3 ايكوالز نيجاتيف 12، هودي 3 الناحيه الثانيه تبقى البي ايكوالز نيجاتيف 12 بلس 3، فتبقى البي ايكوالز نيجاتيف 9. كده جبنا البي. تعال الناحيه الثانيه، قال لي يا مستر جي انت عندك هنا تي جي وهنا تي جي، يبقى ده كله كده ايكوالز مع نيجاتيف 9، فتقدر تقول لي هنا كده ان كيو ماينس 12 ايكوالز نيجاتيف 9. هودي دي الناحيه الثانيه، هيبقى عندي الكيو ايكوال نيجاتيف 9 بلس 12، يبقى عندي الكيو ايكوالز 3. هو ده يا مستر ياسر مين؟ الكيو. كده احنا جبنا البي عند الكيو. اوكي، find the bearing of A from B when the shapes are 15 kilometers apart. يعني معنى كده ان distance between A and B 15، فانا هاخد ده كله كده خليه equal to 15. انت مديني يا مستر ياسر في الداتا ان ال A B ديت equal to 15 kilometers. the distance to distance يا مستر هي عبارة عن norm الكلام ده، يبقى انا هعمل كده square root يا محترم بالشكل ده كده، وقول انا عندي 25 minus 12 t الكلام ده كده all squared plus انا عندي نيجاتيف 9 تي الكلام ده كده كله اول سكويرد ايكوالز 15. قال لي هعمل باي سكويرنج عشان امشي سكوير روت، هعمل سكويرنج للبوث سايدز. لما اعمل سكويرنج الروت هيمشي، وهنا هيبقى فيه باور 2، واعمل اكسباند للبراكتس، فيبقى عندي 25 سكويرد 625 ماينس 2 باي 25 50 باي 12 600، يبقى عندي 600 تي. هقول له نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف 12 باي 12 144 تي سكويرد، باور 2 هتاكل النيجاتيف، يبقى عندي بوزيتيف 81 عشان 9 سكويرد، وهنا عندي تي سكويرد، ودي 225 هترجع جوه بنيجاتيف 225، الكلام ده كده ايكوال 0. هبدا كولكت اللايك تيرمز، فانا عندي تي سكويرد مع تي سكويرد هنا اهيت، هتديني 225 تي سكويرد، وهنا عندي نيجاتيف 600 تي. 625 minus 225 يديني positive 400 equal 0. هعمل mod 53 هيديني يا مستر ياسر ان تي بتاعتي equals، همسك الكالكوليتور بتاعي، هحط 225 equals كده عندي negative 600 equals كده عندي 400 هنا كده equals equal تطلع 4 over 3 ده كده التي بتاعتي. اوكي، تعال نعمل substitution 4 هنا عند ال AB، ويبقى ال AB عبارة عن كام بقى؟ هقول احط مكان ال T 4 over 3، هقول يبقى انا عندي كده يا مستر ال AB at T equals 4 over 3، دي كانت any time، دي كانت after T time. هبدأ اعمل substitution، هحط هنا 4 over 3، يبقى عندي 25 minus 12 multiply 4 over 3 كل ده I minus 9 multiply 4 over 3 J، يعني equals كام؟ هقول يا مستر ياسر احسب الكلام ده كله كده، انت عندك 3 تكنسل مع 12 يبقى 4 باي 4 16، 25 ماينس 16 يبقى 9 اي، ماينس 3 تكنسل مع 9 3 باي 4 ايكوال 12 جي. يبقى حضرتك عشان اتحرك من عند ايه يروح عند بي، لازم هنمشي 9 اي ماينس 12 جي. احنا عايزين نجيب البيرنج اوف اي from B، يبقى احنا محتاجين BA. BA هتكون عبارة عن negative 9i plus 12j لان هي in opposite direction. تعالوا نعمل sketch عشان نشوف ال BA اتحركت ازاي. assuming ال B واقفة هنا كده اوكي، وادي النورث عندي اهو. اوكي يا شباب، ده كده النورث بتاعي، انا عايز اتحرك negative 9i.
يبقى انا هموف تو ليفت 9 يونتس. اوكي 9 يونتس ليفت، بعد كده هبدأ اتحرك 12 جي، يعني انا عندي ديو نورث، انا عندي 12 جي بالشكل ده كده، يبقى دي في المكان ده هنا كده. اوكي انا عندي دي كده 12 يونتس. طيب اوكي، يبقى انا عشان اجيب البيرنج هنا كده كان البي وفوق هنا كده الاي، فانت عندك بي اي بالشكل ده كده. اوكي تو جيت البيرنج، يبقى انت المفروض هتجيب الانجل دي كده كلها 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 لحد هنا. طيب نجيب الكلام ده ازاي؟ اولا يا محترمين، لو احنا اسيوم دي كده ان انا عملت كده وعملت كده، هنا في 90 هنا في 90 هنا في 90 في ده 270، ناقص الانجل دي. عشان نجيب الانجل دي هنسميها ثيتا. هقول لو بصت قصادي كده هيبقى ده بالنسبه لي اوبوزيت وده بالنسبه لي ادجيسنت، يبقى احنا هنجيب 10 ثيتا. هقول يبقى احنا هنجيب كده يا مستر ياسر 10 ثيتا اوبوزيت اوفر ادجيسنت، it impulses in theta 10 inverse of 12 over 9 which is equal to shift 10 12 over 9 equals 53.1 degrees. معنى كده انا عندي هنا كده 53.1 اوكي، وعندي هنا في 27 90 90 90، معنى كده ان البيرنج of A from B equals 270 plus 53.1 degrees which is equal to 323.1 degrees. بس البيرنج لازم يكون 3 significant figures، هيكون الريزلت بتاعي 323 degrees. يا رب تكونوا استفدتوا من الحل ويكون امتحان بسيط، وبالتوفيق بإذن الله.